بسم الله الرحمن الرحيم. والأفضل لمن فوق الميقات للصدوي ميقاته وليس بحائض ولا نفساء جنشي واجنبه ماني عاني لسربي لشند الإعلام بستي أن يعلم من دويرة أهله هل ما رخور إعلام بستي راز بتسي دويرة لنا ما رخ خانيا ليه الإعلام بستي وزبره لأنه أكثر عملا سنش خير زيادة وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين جماعة جل الصحابة والتابعين وين كردية إمام ابن عمر عبد الله بن عمر لبيت المقدس هذا إعلام بسطة أردن. وفي قول من الميقات قولك درنا الميقات بستي باشترى لو إلى ما رخو بستي شهان قول باشترى قلت الميقات أظهره ميقاتك بقوتنا وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم حضرت صلى الله عليه وسلم لميقات بستا لما رخوين بستا فإنه صلى الله عليه وسلم أخر إحرامه من المدينة إلى الحليفة ومدينة الحليفة عند الدرنينة لو الحليفة بستا إحرام لما رين بستا إجماعا في حجة الوداع هل إشكالي تداني إجماع إلى سرا لحجة الوداع إلى حليفة بستا وكذا في عمرة الحديبية لعمري وشيت شو قول عمري بكاء الحديبية شو الحديبية لمن دري لسانة لا حديبية إعلامي بستا وكذا في عمرة الحديبية لسانة هل حليفة بستا حديبية نعم حديبية دولة نابي رواه البخاري ولأنه أقل تغريرا بالعبادة باندش معنى زحمتاتي تكمل سدبي تغرير أوي زحمتي تكمل سربي سنش خلو وش إعلامي بستا زحمة دنيا محرماتي إعلامي ومحافظة إعلامي درن تربي باشترا زو تربي حرية التيا لما في المحافظة على واجبات الإعلام من المشقة وقد يجب قبل الميقات عند زار واجب قبل الميقات بي كوا كان نذره من دويرة أهله نزل كدقوتي لما رخوا مرع رام بس تبدو لما رخوا رع بسني كما يجب المشي بالنذر وإن كان مفضولا أول شيء ببيان خارج مروا خو مفضولا باشنية ببيان بسي عزي هذا يقول نزل كد ببيان بسي دي ببيان بسي وكبا مرة في أزير ميقات المحجوز عنه أبعد من ميقاته ميقاتي محجوز عنه يدور تربو لي ميقاتي خوي اعتبار بمحجوز عنه يا دبي بقريته ميقاتي محجوز عنه وطبعا اوي لما كي اعلامي دا بستي لو كابرا ايرا دبي في دي يبدا لو سنشي حقوية بقريته واعتبار بميقاتي محجوز عنه يا اولا سري فرزة بقريته وناش تواني بقريته لما هندي دمي دا دبري وقد يسن عند زار سنة كما لو خشيت طلوع حيض او نفاس عند الميقات استخاوين احرام ببسطي زور شلشي باشا دتر ساعة حتى دقات ميقات توشي او حالتي ببي ما دام زبا زبا احرامك ببسطي ايه بس ليه تجبو ها؟ قيدينية بس اما دين يسنو درستا هنجيش احرام بحيض درستا لحين حيض احرام بس درستا برن بخايني ببستي خير ترى لو يبقى بي سي ببستي وكما لو قصده من المسجد الحرام يعني المسجد الحرام وش عبد الله بن عمر الا قد سير اعرامي ببستي اويش زياوازا والسنه اويش سنته او استثناء الذي جاء كاين دي مسجد الاقصى هو قدسة للخبر الضعيف سنك حديثة شيء ضعيف در حقاتيا من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني أو هايقو أو زبد له الجنة أو شك الراوي وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ليلة الرابس عمري ميقات الحج عيني لشين دار إعرام دبستي لزول حليفي بيري علي لو إعرام بحج إعرام بعمرش عيني أو هاي سفرقيني سبسي حزي سبسي عمري ميقاتي أو يديرني آفاقي أواني دروابن لو همان مش يقدي إعرامك وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق ممن أراد الحج والعمرة حج عمرة بفرقيني
ومن بالحرم. هذه اگر خرچ مكي بو مكيا او غيره بمكة او غيرها او زل مكي بي لغير مكي بي فرق انيا يلزمه الخروج الى ادنى الحل دبي بسيتا ادنى حل يعني لحدود مكة حدود حرم دربسي حدود حرم دربسي يقينا او زلا بأن يستهد ويعمل بما غلب على ظنه بما لم بالنسبة لما لم يتعرضوا لتعديل الحرم فيه. أقول زيقاك ديار نبي حدود حرم الشندر يا بظن خود برو 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 حتى بفكر خود يدر دسي كان جينا إلى حدود حرم درسوي لو إحرام بستا. وكذا في سائر الأحكام كما بينته في الحاشية هم أحكامات شرعية حتى غلبة الظن النبي درس نيته يشكي بكي. فإن لم يظهر له شيء أقد سلو ودرنكت أو لم يزل علامة للاستهادة ينسى علامة نمتة استهادة بكي تعين عليه الاحتياط دبي احتياط بكي احتياط كوا بأن يصل إلى أبعد حد عن يمينه أو يساره برو لو أبعد إلى أبعد حد برو أبعد محل عن يمينه أو يساره أو زي لا راس تبي لا يتسافى بي شندر دور تربي لو أو لا يبرو يمينه حلم يا يمين خوي. تعين عليه الاحتياط بأن يصل إلى أبعد حد عن يمينه أو يساره تبي يمين يسار خوي بي لا يدري من اي جهه شاء هل جهه شي عز اللي بي الاحرام دقر جهه دقر يمين ويسار يسار حرم داني اجا يمين ويسار حرم بني دقر من اي جهه شاء او كل زاني لان لو قتمان وميقات العمره لمن هو خارج الحرم ميقات ومن بالحرم يلزمه الخروج الى ادنى الحل او دليل ليبيا يك خطوش در بسي قيدين يا او حدود حرم يك شاقاوي در بسي قيدين يا كام لو دبي بالدر بسي لانه صلى الله عليه وسلم ارسل عائشه مع اخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما فاعتمرت من التنعيم وشي حزي تاكد قلت يا من فيهم خوش عمره شي بكم حضرت عائشه فرموي حضرت فرموي هذا حر عبد الرحمن بيبا بيبا تنعيم التنعيم اخر حدود حرميا اخر حدود حرميا ولو لم يجب ذلك لما ارسلها لضيق الوقت اقوى نبالو او ارمي بتندنا او اقاري عزت خزان اخوي بو ديار دبي خرج مستعدنا الحل اقنا درسنيا قيل قوله ولو بخطوه دريك خطوه بقيدنيا يوهم انه لا يكفي اقل من خطوه معناه اگر اوندا او صار بنزيلر بتسي لحرمي اوندا نابي وليس كذلك وشنيا وشني او اندرج بقيدناك معنى كانه هو اعتراض لامام النووي ويرد او قسيش مردوده بان الخطوه تصدق بمجرد نقل القدم عن محله الى ملاصقه حرف يخوض قوسو خطوه يخوض خطوه شديه الى مترك بي ولا اقل من ذلك ويرد بان الخطوه تصدق بمجرد نقل القدم عن محله الى ملاصقه حل محل كي لو تنشت محل بيخود بقوزيو وخطويا ولا اقل من ذلك لو اندشكم النبي فصح ما ذكروا ما دام قصير نوبي صعيبين يا وواضح من نزائره ذلك اوش قصة شي اشكرا لنزائر امراض الزاني انه اذا اخرج رجلا فقط الى الحل فيشي لنا حرميبو فيشي شبرد ذري اذا اوهابو اشترط اعتماده عليها وحدها دبي اعتماد لسر او بي بدا او خارجة عندها تشتي وهمان لبيش ودا بحس كدية ولو اراد من بمكة القرانة ادي اگر او لمكة يبو استحرام بحز بعمر ببستي لم يلزمه ذلك في بيزناك سنشي احرام بحز هل ماري خويتي ميقاتي احرام بحزي هل ماري خويتي احرام بعمرة دبي لحرم بيت الدري ادي اگر احرام بحز عمر بستا بحل ماري خوي ببستي تغليب حد زيدا كاين لسع عمري
تغليبا للحجز كما مر، فإن لم يخرج أقا كابرا نسوى درين وأتى بأفعال الحمرة راس عمره كدو إعلان بس على أوتيلي راو تشو طافي كدو سفا مروي كدو حلق سري كدو عند حجي وذكر أقا أو هاي كد أثم اتفاقا باتفاق طوان باردبي كما علم مما مر آنفا أدي عمرك وأجزأته عمرك لو بردك يعني عمرة الإسلامي وغيرها في الأزهر لو سنك إعلامك البستاع لإنعقاد إعلامي اتفاقا ومن حكى فيه خلافا أدي عند قوتيان دروسنيا فمردود عليه وكما لو أعلم بالحجز من غير ميقاته أدي إعلام بحجز بسابة تزاوز كذبا أخوانا ما هو حجزك قبورنيا هند ما قد أصاء أو عليه دمون أوش أصاء أو عليه دمون وعليه دمون أوش ما قد وعليه دمون لترك الإعلام من الميقات فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه إحرامك إلى أوتيلي بستا نسو دري فاش إحرامي أوزت يومز قوتي حضرة عائشة وقبل الشروع في طوافها سقط الدم خينك إلى سلاسو أي لم يجب على المذهب نظير ما مر في من زاوز الميقات وعاد إليه أدي أبدل حرب سقط الدم أما بيشان قوتوان أثما وعليه دمون سقط الدم معنى لم يسقط الاسم وده قيني هذه إيش خرابي كدية تزاوزي كدية وأفضل بقاء الحل لمريد الاعتبار الزعرانة أقر يقبل إحرام بعمر بستي لهمود زيقان خير تير زعرانة زعرانة بإسكان العين وتخفيف الرائي على الأفصع هذا قدر زعرانة بس هو زعرانة أولو لهما خير ترى لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ليلا بشو إحرامي ليه بستا ثم أصبح كبائت رجوعه من حنين وشي أويبو ك ك ك ك كبائت رجوعه من حنين معنى حين رجوعه من حنين حين رجوعه من حنين وشي لحنين قراوة لغزال حنين قراوة الشوي باوة لا زعراني إحرامي لا زعراني بستا بائد ما نواه ما نواه ما ولو عند الشوي أو إذا كان جبوا رجوعه من حنين وشي لحنين قراه سنة ثمانين فتح مكة أو ساري هشتي وشي فتح مكة كتسو غزاء حنين شي لدو فتح مكة كت أو إذا قراه حنين للا يروش حراتي مكة أو قراه أو زاري لزعراني إحرامي بستا هو حديث مسلم بخاري وحكى الأزرعي عن الزندي في فضائل مكة أنه اعتمر منها 300 نبي سيسد بيغمبر إخواي إلى زعران إعراميا بستايا وبينها وبين مكة 12 ميلا دوازن ميل بين دوازن ميل تقريبا هر ميل يقدو كيلومتر نبي بسوصار كيلومتر بسوصار كيلومتر ايرو هولي رزياترا نسكي ايرو قشت بيدك وقيل 18 قيل دري حجدية وززم به زمع ولا دورة تواهق دورة وهو مردود بناء على الأفصحي على الأصحي أن الميلة ما مر في صلاة المسافر لصلاة المسافر ميل ما نبع سكردية ما ندكا دوازد ميل دوازد ميل دوازد ميل لدوي شندرة لدوي ثم التنعيم تنعيم الأخ وحضر الله تنعيم إعلام قدم بستها دليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالاعتمار منه كما مر حضرة عائشة نادى تنعيمه وهو المسمى الآن بمساجد عائشة الآن دين المسجد حضرة عائشة وبينه وبين مكة 3 أميال يروح أولي رجنابي بس أريد كزيارانة سيهن دي فيديو سهن دي فيديو ها سهن دكا ادي او دواز دو او دواز دو هرشي جرانترا او تن ام تقريبا دور ريال سير يار زعلان يدر يار ماندا زور هرشي زور ترا والمعتبر في حده كغوتوان دوازد ميلو اوان ديا اتن ايمي غوتوان سي ميلا ما بالارض
لا ما على الزبال شد سيانية بقردان دابس شد ري عردي ذا قرري عردي مدى أخالان جالان شلو متري عاصماني فرق إذا قلت شلو متري عردي خرق بس ياي دابسي بزرقان دابسي رد بدور دكا وتوا ذا قرري عردي مدى ثم الحديبية بتخفيف الياء يفسع من تشديدها بئر قريبة حدتا نزيك حدي حدا نزيك لحدي حدش دري زيقاك بينها وبين مكة ما مر في الزعرانة أوش عندي الزعرانة يدورة لأنه صلى الله عليه وسلم سنك بيغمبر صلى الله عليه وسلم صلى بها صلى بها لو نذكر وأرى نذكر لحدي ليلى ذو الحليفي لا بير علي لبيري علي إحرامي بستا لبيري علي إحرامي بستا لمدينة كبركات لحديبية نوجكر وأراد الدخول لعمرته منها بتمام لي ربست عمري لدى كافر حات الريان اللي قرتوا لنا قرانه وشسر الحديبية كراو قراو إحرامك يخش كان هذه عندك ذرين هر لوين راب بتمام إحرام بعمري بولوي ومن قال هم بالاعتمار منها فقد وهم وبغرتش اعتمارك لمدينة رابو هم بالاعتمار من المدينة المنورة نق من الحديبية لأنه إنما أحرم من الحليفة كما مرة رسول الحليفة إحرامي بس عزرة همك لين دل رسول الحليفة دقر وين دل زور لك دورة قلك قلك دورة صار 6 كيلومتر دي بينها يا فرق بين أرادو همي ها يجي هم وهمه همك معنى تازه فكري هات السري عملوا عندي ذا قلت لي تازه فكرنا هاد السري لما يجوا لو مدينه راب الركض هات حلفي لو اعرايم بس ذا الله يعني صلى الله على سيدنا محمد زعران اعرام زور بس زقعش زور بركته بس الحديبية من ديتيا او عزيانا هاد الرزيل دوسير ريال جراند تربي ناسن بس هذا عالم يقنع كدينا كره ورن عنده خير او زعلان خوشويست اخويا عالم اللي بس